طبعا الثلاثة اللي حضرتك قلتهم وكمان عبد الواحد السيد وعرفة السيد، دول لعيبة مؤثرة ولعيبة مهمة جدا ورصيد شديد لنادي الزمالك، رصيد كبير جدا لنادي الزمالك. طبعا اللي انت اتكلمت عليهم دول نجوم كبار، كنت اتمنى انهم يكونوا موجودين، لكن ضروري حضرتك تعرف برضو ان تيم نادي الزمالك 25 26 27 لاعب المفروض كلهم في مستوى عالي، مستوى مرتفع، كله زي بعضه، كله بيأدي بنفس الروح وبنفس التاتكس. وطبعا بيفرق كتير جدا النجوم اللي انت قلتهم، لكن برضو اللعيبه اللي ادت النهارده ادت بشكل محترم قوي. يعني شايف ان هم لا يقلوا ابدا عن الغايبين، بالعكس دول اعتقد انهم قدموا مباراه كبيره جدا النهارده، مباراه جماعيه بشكل كبير، وصلنا بشكل كبير جدا. اعتقد ان انا سعيد باداء الاولاد النهارده وبشكرهم. ان هم موقوفين عشان الادارات السابقه في الانديه اللي كانوا فيها. بص يا استاذ، يعني انا هي اولا انت عندك لعيبه بره كويسه زي داوود، او عندك محمد مجدي كان قاعد بره، وعمرو موسى يعني، واحمد فوزي، يعني في لعيبه كتيره جدا كويسه. هو مش مختلف في التشكيل، هي انا زي ما بقول، انا كنت صراحه انا كنت حريص ان نظام البدايه تكون يعني ملائمه ومناسبه النتيجه بتاعتها مع نادي كبير زي نادي الزمالك. وانا كنت حريص واللعيبه كانوا اكثر حرصا، والكلام ده اثر على الاداء الهجومي. يعني احنا بندافع كويس او شبه كويس يعني، بس ما فيش رد فعل في الهجوم، وده طبعا كابتن صبرت على ابو جريشه كتير قوي في الملعب، رغم ان هو يعني من وجهه نظر الناس الموجوده او اللي موجودين او الاعلاميين ان هو كان قليل جدا في المباراه. بص احنا انا عندي لعيب طبعا مش عارفه، عطيه النشوي ده لسه جاي من الدوري الممتاز، وانا لازم احافظ عليه. يعني محمد مصري ما بيجيش، هو الملائم للدور ده. ما كانش عطيه، عطيه بيلعب جوه 18 كويس جدا، وانت كان ممكن تدخل 18 مرات قليله يعني، فممكن ما يحصلش يعني، لكن انا بقول لك هو